كما شارك وفد من مجلس النواب برئاسة سعادة النائب عمار البناي وبعضوية سعادة النائب عبد الله الدوسري في الندوة الدولية حول موضوع البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي الذي عقد في العاصمة المغربية. وتأتي هذه المشاركة في إطار المساعي المرتبطة بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030، بحسب ما أكده سعادة النائب عمار البناي في نشرة سابقة. تأتي هذه الندوة في سياق أغناء النقاش وإثراء الحوار والتشاور البرلماني حول القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، وكانت تقديم التوصيات والمقترحات اللي كان من شأنها أن تساهم في تمهيد الطريق أمام العمل البرلماني المشترك إلى جانب الحكومات والقطاعات المختلفة ذات الصلة. اليوم لو نتحدث عن البرلمانيين فهم شركاء أساسيين في السياسات المرتبطة بمحاربة إن كان الفقر والجوع سوء التغذية، لما يكون من مهام تشريعية ورقابية ويقومون به من دور هام في تطوير السياسات العامة المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة.